بص هي دي حسابات ودي حسابات، بس هو حسب الحاله الفنيه لميسي في الماتش. انا وجهه نظري اي حاجه في الارجنتين متوقفه على الحاله الفنيه لميسي في الماتش. هو ميسي بيحارب لوحده يعني، فاولا هو كان عندهم باد لك في كوره الجون اللي دخل فيهم، وبعدين ضيعوا كميه اجوان غير عاديه. لو طاروا لوحده ميسي حطوا انفراد 3 مرات. عارف انت المقوله بتاعت اللي هو ربنا يكفيني شر اصدقائي فاما اعدائي انا كفيل بيهم، هو اللي ميسي بيعمله كده بالظبط. يعني ميسي بياخد الكره وبيعدي الشوط الثاني بالذات بيعدي وبيروح خش روح هات جون، لو طاروا ضيع واحده الثانيه الثالثه غير اللي باقي زمايله. وبعدين هو يعني الفكره كلها ان انت بتتكلم في جاب رهيب، الراجل بيتحكم في رتم الفرقه كلها، عنده قدرات يعمل اي حاجه في الكوره زي ما هو عايز. بس النهارده الجيم كان هيخلص بطريقه تانية خالص لو واحده من لو طار دول دخل الجون كان بقى 3-1. ما كانش الارجنتين هتروح لسيناريو الكره الاخيره اللي صدها ايماليو مارتينيز دي، كانت ممكن تخش الجون وتضرب يعني ايه مفك في الليله كلها، وبالتالي الارجنتين متعادله مع استراليا. فانت بالتالي الارجنتين لعبت جيم كويس، ميسي بيلعب مباريات هايله الحقيقه. يعني انا شايف ميسي النهارده يعني المباراه الثالثه على التوالي تالق غير عادي. الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره بجد، يعني فكره ان ناخد الكوره كان وقطع حط يلا لو طاروا انفراد والكوره على بطن رجل اليمين ويلعبها في المدرجات. فهي هنا في الحته دي لا ميسي ملوش اي علاقه بالموضوع، هو بالعكس كل اللي بيحصل للارجنتين ده بناء على ميسي، ولا الافراد ولا الجماعيه ولا سكالوني نفسه قادر يوصل الفرقه دي لشكل تحس ان المنتخب ده منتخب قوي. الناحيه الثانيه منتخب هولندا بتشوفه بيتدرج في المستوى فتحس ان هو منتخب كوره جماعي، عنده حاجات قويه، عنده مشاكل في الحته الهجوميه شويه، عنده دفاعيا كمان طبعاً جدا طبعا، عنده لعيبه تقيله جدا. لكن المنتخب الثاني ده منتخب الارجنتين والله بدون مبالغه ما تقدرش تحط ايدك على اي حاجه جماعيه بتحصل في الملعب، اللهم الا ميسي النهارده هيعمل حاجه لحد من الفرقه. غير كده يعني تغيير الباك رايت بباك رايت باك ليفت باك ليفت، اللي يخلي مدرب الارجنتين وهو بيلعب استراليا في دور ال 16 يقلب طريقه اللعب يلعب ب 5-3-2. يعني ليه انت بتدافع؟ امال هتعمل ايه قدام هولندا وتعمل ايه قدام فرنسا وبتعمل ايه قدام البرازيل لو وقعت قدامها مثلا في سيمي فاينل ولا حاجه؟ بيدافع بخمسه قدام منتخب استراليا. فغريب سكالوني، ولكن في الاخر ميسي راجل بيعمل كل حاجه في الكوره بس زمايله مش عايزين.